مدرسة دي مثال، هذه الأستاذة هي مثل للطريقة المطلوب إن إحنا نعامل بيها الأطفال في نظام التعليم الجديد. بس هتبقى منظمة ومتفق عليها لدى على المستوى القومي كله، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المدرسة هنا بتتعامل مع 6 طلاب بس او 6 تلاميذ قدامها. أيوة. مش 60 و70 و80 واخد بال حضرتك؟ وخلي بال حضرتك دي اولاد كده، يعني ناس لابسين جاي كويس من ده، مش في القرى واللجوء يعني والكفر. البيت مساعد كمان، البيت مساعد واخد بال حضرتك. فهنا هيبقى الحمل اكبر على المدرس في القرى واللجوء والكفور. فهنا هيبقى الكل ملتزم بما هو متفق عليه في التطبيق، عشان ما يكونش كل واحد يجتهد يالف اغنيه بمزاجه، قد تكون صائبه وقد تكون خائبه. ده كنت عايز اقوله كمان، لابد يكون الكل ملتزم بيه بالمنهج. طب خلينا بقى نروح للثانوي. يعني احنا دلوقتي الابتدائي ملخص الثانوي عشان ضيق الوقت. ملخص الثانوي أيوة. هو ان احنا لاول مره في تاريخ جمهوريه مصر العربيه ان احنا نلجا الى ان نجعل الثانويه العامه يعني شهاده تراكميه لمده 3 سنوات كامله. احنا جربناها سنه وجربناها سنتين. المره دي 3 سنين. طب ما ده هيخلي دروس 3 سنين. ما هو احنا عايزين نشوف الدروس هتلغى ولا لا مع النظام الجديد. ازاي بقى؟ نمره 2 اللي هيبقى فيه 4 امتحانات في كل سنه، امتحانات داخل المدرسه. يبقى اذا الاجمالي 12 امتحان على مدى ال3 سنوات. يعني امتحان غير موحد؟ لا، ما هو حضرتك أربع امتحانات كل سنة، في 2 في الفصل الدراسي الأول، 2 في الفصل الدراسي الثاني، إجمالي 12 امتحان. أنا هاخد أفضل 6 امتحانات فيهم. الامتحان سيكون على مستوى المدرسة، والمدرسة دي تمتحن النهاردة المادة اللي هي عايزاها في الوقت اللي هي عايزاه، المدرسة اللي جنبيها تمتحن المادة دي في مادة تانية. نرجع بقى. ولكن مصدر المعلومة، مصدر الأسئلة سيكون من خلال بنك الأسئلة لدى وزارة التربية والتعليم. يعني هيتعمل بالكمبيوتر وخلال التابلت. ما أنا هشرحها يا دكتور. فمن خلال التابلت، وبعدين بيجي مثلا الوزارة. هو التابلت بيتعاطف أولى ثانوي. أولى ثانوي دلوقتي، وهيكمل معاه 3 سنوات. فهتبدأ المدرسة تبلغ الوزارة ان انا عايز امتحن مادة الكيمياء للطلاب بتوعي يوم الاربع القادم. يوم الاربع الساعة 9 يرسل على الكترونيا يعني لهذه المدرسة امتحان من بنك الاسئلة. يبدأ الطلب مش موحد. انا قلتش موحد لكل مدرسة. لكل مدرسة مش موحد المدرسة الواحدة برضه. لا، انا بقول لحضرتك الفصل ده انا عايز اعمل امتحان كذا. يعني كل فصل له امتحان؟ اي على حسب رأي وجهة نظر المدرسة. يعني المدرسة ممكن امتحان داخلي. لا، يبقى هكمل بس للاخر. هكمل. فاذا المدرسة هتمتحن مادة الكيمياء النهاردة، يعني من خلال مجموعة الأسئلة اللي جاي الطالب هيبدأ يجاوب عليها ويرسل هذه الإجابات إلى الوزارة. البرنامج اللي موجود هيديله النتيجة وهو قاعد مباشرة، زي مكتب التنسيق دلوقتي لما بكتب الرغبات بتاعتي وبرسلها إلكترونيا وبيديني أوكي إنها أرسلت. نحن الدولة الوحيدة في العالم اللي نجعل شهادة الثانوية العامة ليست على مستوى محافظة وليست على مستوى إدارة تعليمية، بل على مستوى مدرسة. الدول الأخرى المتقدمة عند دلوقتي شهادة الاي جي، مش على مستوى الدولة بس، ده مستوى العالم كله. شهادة الأمريكان دبلومة، شهادة الأبيتور الألمانية، شهادة البكالوريا الفرنسية، احنا عملناها على مستوى المدرسة. عقد لك الأمور حضرتك أكتر. لو أنا ابني وابنك كل واحد منهم في مدرسة، الاثنين متجاورتين، وبعدين احنا طبعا بنراهن في المجموع على نص درجة ودرجة زيادة. أيوه. الامتحانات اللي بتيجي من بنك الأسئلة لا يمكن هتكون في مستوى واحد. فممكن المدرسة دي يعني امتحاناتها صعبة، المدرسة دي جت امتحاناتها سهلة، بالإضافة إلى أن ما فيش كنترول أن ممكن كل المدارس تتبارى فيما بينها، بينها وبين نفسها، أنها تساعد الطلاب على ان هم يجاوبوا بشكل كويس عشان نسبه النجاح والنتيجه تبقى كويسه. يبقى في النهايه انا هعتبر المجموع التراكمي اللي انا هاخده ده هل هو معيار الوحيد لدخول الجامعه، ولا هيكون جزء من معيار القوي. انا بصدر كوره ملتهبه دلوقتي لوزاره التعليم العالي، لو انا اعتبرتها هي معيار القبول الوحيد كدرجات، الامتحان في المدرسه دي اصعب، المدرسه دي اسهل، المدرسه دي ساعد وما ساعدتش. يعني راندم يعني ممكن، بس هو على فكره مش هيبقى في مدرسه. لو انا عملت دلوقتي الامتحان ده يعني جزء من معايير القبول دخول الجامعه، قد يكون يمثل 70% من هذه المعايير كمجموع. ايوه. وخليت 30% اختبارات قبول في الجامعات، انا بفرض هنا على الجامعات ان تجري اختبارات قبول. طب انا عايز اخش كليات الطب، يبقى عامل امتحانات مثلا لأي كلية بقى؟
لأي كلية طب في مصر وفشلت في الامتحان أبدأ استنى 6 أشهر تاني ولا 4 أشهر عشان أخش امتحان للقبول في كلية العلوم أو أخش كلية الهندسة أو أخش